من أعذب منك يا أمي؟ وأي شعور أرق من شعورك؟ أنت ضوء طفولتنا، ينبوع مسرتنا، بلسم جراحنا، قوتنا في ضعفنا. أمي، سمعت صوت البلبل يغني، لكنه ليس أعذب من صوتك الذي غنى لي يوم كنت طفلا. أحبك لأنك أذبت العمر لأجلي، غذيتني من ذاتك، فما أشهى غذائك وما أعظم عطيتك. أحبك يا أمي، أيتها العاصفة التي لا تهدأ، أيتها العين التي لا تنام. أحب عينيك الجميلتين، فلكم سهرت هاتان العينان، ولكم ذاقتا من الحرمان والألم كي أنام أنا، فكيف أكافئك يا أماه؟ لا أحد ينكر أن للرجل الأب رسالة مغمسة بالعرق والدمع والدم، إنما هي المرأة عندما تصير أما يثقل كتفيها أول صليب، فتمشي أول خطوة على طريق الجلجلة. إنما هي الأم التي تسهر عيناها لتنام العيون، ويتألم قلبها ليسعد البنات والبنون. بعدك يا أمي سأحب جميع الأمهات، سأذرف دموعا كبارا على كل أم تموت، والواحد والعشرون من آذار سيبقى ذكرى في بيتنا لا تموت. يوم اختار الله الفتاة الناصرية لتكون أماً له، كتب في تاريخ الأمهات صفحة مجد. منذ ذلك التاريخ أصبحت الأم إنساناً آخر، وغدا للأمومة معنى آخر.